عشقنا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عشقنا ترى. أحييكم أجمل تحية في هذا اليوم المبارك من أيام كويتنا الخالدة، من هنا من قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة، حيث يتفضل بعد قليل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، حيث تبدأ عجلة الديمقراطية والحياة البرلمانية بالدوران من جديد بدورة جديدة بتطلعات وآمال جديدة. وفي هذه اللحظات يصل سمو ولي العهد حفظه الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وفي معيته رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم رئيس لجنة الاستقبال بمبنى مجلس الأمة، حيث يكون في مقدمة الحضور